متابعي قناة شاهد فيديو وفاة اللاعب السعودي خميس العويران بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 46 عام. تابعوا معنا سبب وتفاصيل الوفاة، ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر اللايك واشتراك. حيث تلقى الوسط الرياضي السعودي صباح اليوم بحزن بالغ نبأ وفاة لاعب المنتخب السعودي السابق ونادي الهلال والاتحاد خميس العويران، الذي توفى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 46 عام. والسؤال الآن، وهو السؤال المجمع عليه من قبل الجمهور، ما هي طبيعة المرض الذي تسبب في وفاة الراحل وهو لا يزال في شبابه؟ معروف ان اللاعب خميس العويران اكتشف اصابته بمرض السرطان في الدماغ، وهو ما يفسر سرعة تدهور حالته الصحية، اذ ان هذا المرض ينتشر بشكل سريع وتصعب السيطرة عليه اذ كان في الرأس. ويشير ظهور العويران قبل أشهر وذراعه اليسرى لا يبدو أنها تتحرك إلى تطور الحالة، إذ أن سرطان الدماغ ينعكس على الأعضاء ووظائف الجسم التي تتحكم فيها الدماغ. فمع حدوث أي تلف دماغي تتأثر منطقة من الجسم كاليدين أو الرجلين وغيرهم من الأعضاء والوظائف الحيوية. ورغم محاولات العلاج وانتقال العويران إلى خارج المملكة، إلا أن حالته الصحية تدهورت بسرعة حتى وفته المنية صباح اليوم. فمنذ حوالي 5 أشهر تقريبا وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعلاج لاعب نادي الهلال والاتحاد والمنتخب السعودي سابقا خميس العويران خارج المملكة. حيث خضع العويران لعملية جراحية دقيقة بمدينة الملك فهد الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى. وكشفت الفحوصات الطبية عن معاناته من ورم يستلزم التدخل الجراحي لاستئصاله. حيث لعب العويران لصالح الهلال في الفترة ما بين عام 1997 إلى عام 2001. ثم انتقل إلى الاتحاد ما بين عام 2001 وحتى 2007، بعدها اعتزل اللعب بعد انتهاء عقده. وشارك اللاعب مع المنتخب السعودي في الفترة ما بين 1994 وحتى عام 2004. خالد حمد عويران الدوسري من مواليد 8 سبتمبر سنة 1973، وهو لاعب كرة قدم سعودي لعب لنادي الاتحاد السعودي بعد انتقاله من نادي الهلال السعودي. وهو ابن عم اللاعب سعيد العويران وابن خالة اللاعب عبد الله الجمعان. حيث نعاه الإعلامي مصطفى الأغا وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، رحم الله الكابتن خميس العويران وأدخله فسيح جناته وألهم أهله وزويه صبر وسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. حيث كتب سعيد العويران على تويتر وعبر موقع التواصل الاجتماعي وقال: البقاء لله ببالغ الأسى والحزن، أنا أخي وابن عمي الغالي خميس بن حمد العويران والذي وفاه الأجل وانتقل إلى رفيع الأعلى فجر هذا اليوم في رحلة صراعه الطويل مع المرض، وسيصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء 12/5/1441 في جامع البواردي بحي العزيزية.
وإنا إلى الله وإنا إليه راجعون. كما كتب لاعب الهلال والمنتخب السابق ياسر القحطاني عبر حسابه في تويتر: لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارحم عبدك خميس العويران واغفر له واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وزويه الصبر والسلوان، خالص العزاء لعائلته وأحبائه. ونعى الناقد بدر السعيد اللاعب خميس العويران عبر حسابه في تويتر وقال: اللهم اغفر له وارحمه واجعله ما أصابه تكفيرا يا حي يا قيوم، اللهم اربط على قلوب أهله وزويه ومحبيه، اللهم اجعل الجنة داره ومستقره يا رب العالمين.